إذن رجعنا مشاهدينا، ولقائنا التالي إن شاء الله راح يكون عبر السكايب مع الدكتورة عبير عيسى العميري، مدير مشروع التعليم عن بعد من مكتب معالي وزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد الجبري. وصباح الخير دكتورة، حياك الله معانا وكل عام وانت بخير. هلا فيك، صباح الورد، وكل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك. من صراحة نهني شعب الكويت بعيد الفطر المبارك، وعلى رأسهم سمو الأمير شيخ صباح، عسى الله يعود علينا ويطهر البلدة والديرة من هذه الأزمة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. طبعا الأجواء في العيد هالسنة مختلفة وغير عن كل الأجواء، وفقدنا يمكن كثير من الأمور خصوصا بالنسبة للزوارات والأهل، فأنا ودي شوية نتكلم عن هالموضوع هذا، ما أن احنا فعلا في ظل هذه الأزمة وفاقدين وايد أشياء. ودي كذي كلمة منك حق السادة المشاهدين قبل لا ننطلق مع هذا الموضوع. والله أنا أقول إحنا صدق فقدنا أن نتشاوف ونشوف بعض، لكن والله ودي أقول لهم تجهزوا وتلبسوا وتزهلقوا وتزينوا ودقوا على بعض. الحمد لله في عندنا وسائل ثانية للتواصل، أهم شيء القلوب تحب بعض. والله العظيم دقوا على أحبابكم، تتواصلوا معاهم، هنوهم بالعيد، خلوهم يشوفونكم يشوفونهم، يعني الحمد لله في يعني شيء أحسن من لا شيء، هذا اللي أنا أقوله بصراحة. نعم، وحضرتك دكتورة أكيد طبقتوا هذا الموضوع عن خلينا نقول دوري الإبداع الشبابي، وشلون تحول التعليم عن بعد ما كان التدريب تطبيقي، يعني تدري تغيرت الأوضاع بشكل كبير وصار التعليم عن بعد، أحس أن هي من الخطوات الإيجابية والمهمة في حياة كثير من الأشخاص. فعلا احنا امانه بدينا دوري الابداع الشبابي، واحد برامج السياسه الوطنيه لمكتب وزير الدوله لشؤون الشباب، وهو مشروع تنموي يختص او في استثمار طاقات الشباب واستثمار اوقات فراغهم. الشباب عندنا من 7 الى 18 سنه، وامانه بدينا فيه من شهر 1، وبدينا التدريب كان 16/2 اول يوم تدريب، ولا سمح الله الحمد لله صارت سالفه كورونا، ف فكرنا شلون احنا نستمر بالتدريب، خصوصا ان بلغنا انها راح تطول، فلجأنا الى استخدام التعليم عن بعد، وحاولنا ان نطبق دوري الابداع الشبابي من خلال فصول التعليم عن بعد. دربنا عيالنا، ما شاء الله عندنا 300 متدرب حاليا يتدربون معنا في فصول مختلفة، منها الرسم، الروبوت، البرمجة، القرآن الكريم، عندنا القصة القصيرة والرياضيات. يتواصلون معنا في مواعيد محددة ويدخلون كلاس عادي كأنهم بالمدرسة أو كأنهم حاضرين ورش عندنا الورش. وأمانة هذا دوري الإبداع الشبابي صار بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، فيتعلمون كل شيء من خلال يعني الأونلاين. نعم، يصير بهذه الطريقة. نعم، يكون في خلينا نقول مشاركة أكبر من قبل خلينا نقول الطلبة. أنا ودي أعرف استجابة المشاركين مع أولياء أمورهم للتسجيل بدوري الإبداع الشبابي، إيش كثر حسيت أن فعلا حابين هذه المشاركة، وخصوصا يكون في دعم لازم من أولياء أمورهم. صح فعلا. أول شيء إحنا عندنا كان التسجيل موجود، بعدين توقفنا يوم صارت الأزمة، فكلمنا أولياء الأمور وقلنا لهم نبي نحول الفصول الى فصول تعليم عن بعد. يمكن كانت الروبوت هي شويه مشكله، انه شلون الطالب يركب روبوت وهو مو موجود بالورشه. نعم. فما قصروا مركز صباح الاحمد، وزعوا الكيت هذه اللي فيها الروبوتات الى المشتركين لبيوتهم. نعم. عقموها ووصلوها للبيوت، وكانت اولياء الامور هم اللي متخوفين انه احنا متوقعين شلون تتواصلون معنا؟ شلون بتصير؟ فاحنا قلنا لهم ترى هي مجرد اتصال اول كول نسويه معاكم، ترفعون التليفون على برنامج كان عندنا احنا طبقنا على برنامج تيمز. نعم. تشوفونه وبعدين شوي شوي تتاقلمون معه. الحلو بالموضوع انه تخيلي اول ما فتحنا الفصول هذه كنا الغرض منها تحقيق التواصل بين المعلمين والمتدربين. بعدين اذا يعني تاكدنا من وجود هذا التواصل ننتقل الى المرحله الثانيه. نعم. الحمد لله ان مرحله الابتدائي والمتوسط تاقلموا مع البرنامج من اول يوم، يعني من بعد ب 20 دقيقة بدأوا يرسمون، بدأوا يحلون مسائل الرياضيات، استجابة مو طبيعية، وأولياء الأمور كانوا وايد مستانسين لدرجة أنهم قاموا يصورون عيالهم واستعداد عيالهم يطرشونه. نعم. لنا على الواتساب. نعم.
نعم يعني يمكن دكتورة، أنا شفت استجابة وإن كانت طيبة. صحيح، يمكن دكتورة في البداية، بداية الأمر الواحد يستصعب الشيء اللي ما جربه كتعليم عن بعد، ولكن اعتبرها من الخطوات الإيجابية والناجحة جدا، خصوصا في ظل الأجواء وهذه الظروف اللي نعيش فيها في أزمة كوفيد 19 فيروس كورونا. ودي أتكلم إذا كان في مسابقات وجوائز تشجيعية للطلبة المشاركين، يمكن علشان يشاركون أكثر ويتحمسون لهذه المشاركات. اي طبعا، هو عباره عن دوري، والدوري يمر الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى ان اذا انت حاب عندك هوايه، هي الغرض ادور هوايه الطالب واستثمرها واحاول اني ارفع هذه الروايه او انمي هذه الهوايه عنده. فكانت الطريقه عندنا ان المرحله الاولى ندربه، المرحله الثانيه نسوي تصفيات سيمي فاينل، والمرحله الثالثه تكون تصفيات نهائيه. أجلنا المرحلة الثانية والثالثة إلى بعد شهر 8 إن شاء الله بعد ما تصغر الأوضاع، والحين قلنا طبعاً المرحلة الأخيرة بعد التصفيات تصير فيها جوائز. قلنا الحين شنو نعطي، شنو نكافئ الطلبة اللي قاعد يحضرون معانا بانتظام وحريصين على حضور الاتصال عن بعد. فقلنا نسوي كل أسبوعين نعطي جائزة 50 دينار لأفضل متعلم نشيط معانا متفاعل بالفصل. جائزة حلوة. الحمد لله أعلننا. نعم. أعلننا الأسبوع اللي طاف عن 16 متسابق معنا. نعم. حصلوا هذه الجائزة، وإن شاء الله الأسبوع القادم رح نعلن عن 50 دينار ثانية حق 16، كذلك 16 متسابقة آخر. نعم. كون إن عندي أنا 16 فصل، والحمد لله إحنا خلصنا، يعني الأسبوع هذا كان آخر أسبوع للتدريب الأول، فالمكافأة الثانية إحنا رح نفتح التدريب الثاني 14/6 لمدة 6 أسابيع. نعم، ربي يوفقكم. في ذاكرة. نعم. يعني ما تقصرين، يعني هو الطالب يعني هو يحب الرسم، أنا أتابعه، في معلم متخصص يتابعه بالرسم، كذلك الروبوت والبرمجة، فهو نعم. مو بس خذ مكافأة تشجيعية، هو نمى مهارته، إحنا مشيناه أو علمناه وين الطريق الصحيح من صغره. عشان يكمل معنا، ما نبي احنا هذا الموسم ولا الموسم الجاي، نعم. نبي من عمر 7 ل 18 سنة نرعاه، وهذه هي الخطة من دبل 11. نعم، ربي يوفقكم دكتورة عبير عيسى العميري، مدير مشروع التعلم عن بعد بمكتب معالي وزير الدولة ووزير الإعلام السيد محمد الجبري. شكرا لك على هذه المداخلة الهاتفية، وأكيد يعني دائما نقول أن التعليم عن بعد هي خطوة جدا إيجابية وفادت كثير من الطلبة، سواء كان في التعليم الخاص أو حتى بالنسبة لبعض المساهمات في دولة الكويت، خلينا نقول حتى لو كانت في بعض الأمور اللي تشغل وقت فراغ الطلبة. فقرتنا القادمة إن شاء الله راح تكون مع التمارين الرياضية المنزلية مع الكابتن سبعان السبعان.